السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه، كقوله: ذلك ومن يعظم شعائر الله الآية، فقد صرح بدخول البدن في هذا العموم بقوله بعده: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله الآية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في كلام المؤلف رحمه الله تعالى يذكر أن البدن كما في قوله جل وعلا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، من الشعائر التي ينبغي تعظيمها، لأن تعظيمها من تقوى القلوب. وكيف يكون تعظيمها؟ بالجود بدفع قيمتها، النفس راضية منشرحة باحث عن أفضل ما يمكن أن يستطيع وجوده والقدرة على ثمنه، وأن يتولاه بنفسه إذا أمكن، وهذا من تعظيمه، وإلا وكل من يقوم عليه ويذبحه نيابة عنه. وهذا بخلاف حال كثير من الناس مع الأسف اليوم، إيثارا للراحة تجد يدفع أبخس الأثمان، ربع قيمة هدي مثلا، الهدي ب1000 و1500، ثم يدفع على ورقة يستلمها وصل ب200-250 ريال ويقول أهديت، وهذا من شعائر الله، أنا ما عظمت شعيرته. ومثل ذلك في الأضاحي، ضاحي شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، اهتم بها النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليها، ومع ذلك يكتفون بوصل، أولادهم لا يعرفون شيء اسمه أضحية، ينشأ على ذلك الصغير ويهرم على الكبير، ولا تقام هذه الشعائر ولا تعظم في النفوس. وقل مثل هذا في صدقة الفطر، تؤخذ من هذه المحلات وتوزع على الأولاد، ما يرونها ولا تكال أمامهم. لا بد أن ينشأ الناشئ على مثل هذه الأمور، ويعرفون أن هذه من شعائر الله، وأن ما يجب أن يعظم لأنها من التقوى. ما ينشأ الناشئ لا يعرف شيئا، أضف إلى ذلك أنه بدأ يظهر القول بجواز دفع القيمة، تدفع القيمة ولا كان يشعر، تعطي فقير ولا يدري لا ولد ولا أخ ولا أم ولا زوجة ولا شيء. ليس هذا من تعظيم الشعائر. تعظيم الشعائر إظهارها والاحتفاء بها والاهتمام بشأنها، وجود النفس بالبذل لها واستسمانها، هذا تعظيمها. الآن شيء عظيم، يعني لو تهدي لشخص من عامة الناس شيء يسير ازدراك، فكيف لو أهديت إلى رجل من علية القوم؟ لا بد أن تبحث عن شيء يليق به، يناسب أن تهدي لله جل وعلا. الهدي تقدمه لله جل وعلا، والأضحية كذلك، والعقيقة كذلك، كلها قرابين تقرب إلى الله جل وعلا، وهذه من شعائر الله. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فهي فرد من أفراد قوله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله. جاء في الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، حلق الذكر من رياض الجنة ومنصوص عليها ودخولها في النص قطعي، لكن ما جاء في النصوص الأخرى أنه من رياض الجنة، داخل في أفراد هذا العام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ارتع يا أخي إذا وصلت هذه الروضة، لأنها فرد من أفراد العام. نعم. واعلم أن مما التزمنا في هذا الكتاب المبارك
أنه إن كان للآية الكريمة مبين من القرآن غير واف بالمقصود من تمام البيان فإنا نتمم البيان من السنة من حيث إنها تفسير للمبين باسم الفاعل. ومثاله قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فقد يعني كتابا مفروضا موقوتا في الأوقات يعني كتابا يعني مفروضا في الأوقات التي جاء بيانها في القرآن لكنه بيان لبعض أوقاتها وجاء بيان جميع الأوقات ابتداء وانتهاء في السنة. نعم. فقد أشار تعالى إلى أوقاتها في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية. دلوك الشمس إيش ما طلوعها ولا غروبها ولا إيش الزوال. دلوك الشمس الزوال. وأبدأ الزمخشري في أساس البلاغة السبب في تسمية وقت الزوال دلوكا، قال لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيحتاج إلى دلكها فوقت الزوال. نعم. وقوله وأقم الصلاة طرفي النهار طرفي النهار الفجر والعصر. نعم. وين مثل فطلقوهن لعدتهن متقدم هذا. نعم ظرفية. نعم. وقوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآية. هذا فيه نوع بيان لبعض الأوقات وفيه نوع إجمال. الآية الأولى أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مجملة تحتاج إلى بيان، جاء بعض البيان في هذه الآيات لكن البيان ليس بكافي. هل يمكن أن يستقل العالم بمعرفة الأوقات بدقة من خلال هذه الأوقات من خلال هذه الآيات؟ ما يمكن. لكن جاءت الأحاديث، جبريل أما النبي عليه الصلاة والسلام في يومين وبين له أوائل الأوقات في اليوم الأول وأواخر الأوقات في اليوم الثاني، ثم جاءت الأحاديث الكثيرة المبينة ومن أجمعها ووفاها حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. نعم. على ما ذكره جمع من العلماء من أنها في أوقات الصلاة، وكقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، على القول بأنها في الزكاة وأنها غير منسوخة فإنها تشير لها آيات الزكاة كقوله وآتوا الزكاة وقوله ومما أخرجنا لكم من الأرض، وكقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. فإن القرآن زيد فيه على هذا الحصر تحريم الخمر، فنبين ما زاده صلى الله عليه وسلم بالسنة الصحيحة. فمثل هذه المسائل نبينها بيانا تاما بالسنة تبعا للبيان القرآني. واعلم أن الغالب في الأمثلة التي ذكرناها تعددها. في قوله جل وعلا في أموالهم حق للسائل والمحروم، في أموالهم حق للسائل والمحروم، بين قوله جل وعلا في أموالهم حق معلوم أن المراد بهذا الحق الزكاة المفروضة، لأن هي الذي بين فيها الحق المعلوم بدقة. نعم. واعلم أن الغالب في الأمثلة التي ذكرناها تعددها في القرآن بكثرة، ومنها ما يتعدد من غير كثرة، وربما ذكرنا فردا من أفراد البيان لا نظير له، كإشارته تعالى إلى أقل أمد الحمل بقوله وحمله وفصاله 30 شهرا
مع قوله وفصاله في عامين، فلم يبق للحمل من 30 شهرا بعد عامي الفصال إلا 6 أشهر، فدل ذلك على أنها أمد للحمل يوضع فيه تاما. هذه أقل مدة للحمل 6 أشهر. ها؟ شين؟ فلم يبقى للحمل من 30 بعد عامي الفصال إلا 6 أشهر، فدل ذلك على أنها أمد للحمل يوضع فيه تام. أمد ما فيش، وهي أقل. لا يمكن أن يقع حمل يتم ويوضع كامل إلا بعد 6 أشهر، وأما بالنسبة لأكثره فمختلف فيه، والغالب 9 أشهر، والأطباء يقررون أنه لا يزيد على ذلك، لا يمكن أن يزيد على 9 أشهر، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، والواقع أشد بخلافه، سواء كان من المأثور أو من الواقع المعاصر. والإمام مالك يقول هذا جارنا محمد بن عجلان مكث 4 سنين في بطن أمه. نعم. واعلم أن أقسام البيان في هذا الكتاب المبارك بالنسبة إلى المنطوق والمفهوم 4، لأن كلا من المبين باسم المفعول والمبين باسم الفاعل قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما، فالمجموع 4 من ضرب حالتي المنطوق في حالتي المفهوم. يعني إذا ضربت 2 في 2 الناتج 4، منطوق بمنطوق ومفهوم بمفهوم، منطوق بمفهوم، مفهوم بمنطوق، 4 قسم رباعي لا تزيد. نعم. الأولى بيان منطوق بمنطوق، كبيان قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم، وبقوله حرمت عليكم الميتة الآية. الثانية بيان مفهوم بمنطوق، كبيان مفهوم قوله هدى للمتقين بمنطوق قوله تعالى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. مفهوم قوله جل وعلا هدى للمتقين أنه بالنسبة لغير المتقين. نعم. إذن ما الذي يقابل الهدى؟ وما دل عليه قوله جل وعلا والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى؟ بدل ما أن يكون هدى للمتقين هو لغيرهم في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، بدل أن يكون هدى. في قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وش فائدة الجملة الثانية؟ منطوق الجملة الثانية مؤكد لمفهوم الجملة الأولى، وهكذا في جميع الحديث من هذا النوع، منطوق الجملة الثانية مؤكد لمفهوم الجملة الأولى. إذا كبر فكبر، ونعرف أننا العطف بالفاء يقتضي أننا نكبر بعده، هذا منطوق اللفظ. قوله مفهومه أننا لا نكبر حتى يكبر، منطوق أن نكبر بعده، ومفهومه أننا لا نكبر حتى يكبر، وجاءت الجملة الثانية مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى فقال ولا تكبروا حتى يكبر، هو من هذا النوع، لكن هذا في الكتاب وذاك في السنة. نعم. وقوله ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الثالثة بيان منطوق بمفهوم، كبيان قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الآية بمفهوم آية الأنعام، فإن تحريم الدم مطلقا منطوق هنا، وقوله تعالى في الأنعام أو دما مسفوحا يدل بمفهوم مخالفته على أن غير المسفوح ليس كذلك، فيبين هذا المفهوم أن المراد بالدم في الآية الأولى غير المسفوح. وهذا من الصور التي
يتفق أهل العلم على حمل المطلق على المقيد فيها، وذلك لأي شيء؟ نعم، الاتفاق في الحكم والسبب، حينئذ يحمل المطلق على المقيد. فمنطوق الجملة الأولى أو الآية الأولى مبين بمفهوم الجملة الثانية. نعم. ومن أمثلته بيان قوله والزاني بمفهوم الموافقة في قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإنه يفهم من مفهوم موافقته أن العبد الذكر كالأمة في ذلك يجلد 50 جلدة. فيبين هذا المفهوم أن المراد بالزاني خصوص الحر، واعلم أن مثل هذا من مفهوم في قوله جل وعلا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا بعمومه يشمل الأحرار والعبيد، لكن جاء ما يخرج الإماء بالمنطوق في قوله جل وعلا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، لكن ماذا عن العبد؟ قالوا هو ملحق بالأمة بالقياس، فيخرج من الجملة الأولى أو الآية الأولى. نعم. واعلم أن مثل هذا من مفهوم الموافقة يسميه الشافعي وبعض الأصوليين قياسا، وهو المعروف عندهم بالقياس في معنى الأصل، ويسمى مفهوم الموافقة وإلغاء الفارق وتنقيح المناط. وأكثر أهل الأصول على مفهوم الموافقة على ما يختاره الشيخ، متى يتجه في هذه الآية؟ لو كان الذكر أولى بالتخفيف من الأنثى، لو كان الذكر من العبيد أولى بالتخفيف من الأنثى لقلنا مفهوم موافقة، لكن إذا كانت الأنثى أولى بالتخفيف لأنها قد تغلب وقد تستدرج وعقلها ليس مثل عقل الرجل، نعم، فيكون هذا من باب الإلحاق، والإلحاق هو القياس. نعم. وأكثر أهل الأصول على أنه مفهوم وليس بقياس، كما سترى تحقيقه في مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. ومن أمثلته بيان المنطوق بالمفهوم، ومن أمثلة بيان المنطوق بالمفهوم قوله في الخمر رجس من عمل الشيطان، فإنه يدل على أنها نجسة العين، لأن الرجس يعني هو الخمر. نعم. لأن الرجس هو المستقذر الخبيث، ويدل عليه مفهوم قوله في شراب الآخرة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فإن مفهومه أن خمر أهل الدنيا ليست كذلك كما قاله الفراء وغير واحد، وسترى إيضاحه في المائدة إن شاء الله تعالى. قد يقول قائل أن شراب الآخرة طهور، لكن لا ينفي أن يكون شراب الدنيا طاهر، لأن النجس ليس بضد للطهور، لأن في قسم ثالث اسمه طاهر، عند من يقسم المياه إلى 3 أقسام طهور وطاهر ونجس، يقول نعم معكم أنه ليس بطهور بمعنى أنه لا يطهر غيره، لكن لا يمنع أن يكون طاهر. يمكن أن يقال هذا واضح الكلام ولا مو بواضح؟ ها؟ شو؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فإن مفهومه أن خمر أهل الدنيا ليست كذلك، إذا قلنا بالمقابلة بين الطهور والنجس ولا وهما من باب الضد فلا ثالث لهما، لكن الذين يقسمون الماء إلى قسمين يقولون طاهر ونجس، ما يقولون طهور ونجس، طاهر ونجس.
لا، ولو ما عندنا إلا هذه الآية رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه اتجه القول بنجاسته، لكن أدلة أخرى الصحابة ما عرف عنهم أنهم غسلوا أفواههم أو ثيابهم وأراقوا الخمر في سكك المدينة، ولا قيل لهم لا يجوز إيذاء المسلمين بالنجاسة، هذا معروف. لكن الدليل لا ينهض على التنجيس، ولكن هو قول عامة أهل العلم، وهذا اللي محل الهيبة كونه قول عامة أهل العلم، وإلا الدليل ما ينهض، وما ذكره الشيخ عليه ما عليه من المراحضة. نعم. طاهر، يعني يكون باب الطاهر، لكن كونه رجس والكلام على الآية، لو لم توجد هذه الآية ما في دليل يعني على نجاسته، وما ذكره الشيخ استدرك عليه بما ذكرنا. نعم. الرابعة بيان مفهوم بمفهوم، ومثاله قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، على القول بأن المراد بالمحصنات الحرائر كما روي عن مجاهد، فإنه يدل بمفهومه على أن الأمة الكتاب. يطلق الإحصان بإزاء معان متعددة، منها ما ذكر هنا محصنات الحرائر، ومنها المحصنات المتزوجات من وطئن بنكاح صحيح، ومنها العفيفات، وهذا أليق بمثل هذا المقام. محصنات من الذين أوتوا الكتاب المراد به العفيفات، لأنهن مظنة للسفاح، فلا يجوز للمسلم أن يعمد إلى امرأة ولو كانت منها الكتاب، ولو كانت حرة يعمد إليها فتزوجها ذات سفاح، لأن الزواني محرمات حتى من المسلمين، وحرم ذلك على المؤمنين. نعم. فإنه يدل بمفهومه على أن الأمة الكتابية لا يجوز نكاحها. أصل نكاح الأمة المسلمة جاء على خلاف الأصل في حال الضرورة لمن لم يستطع طول الحرة، لأنه يترتب على نكاحها لوازم وأحكام لا تليق بمسلم حر. من ذلك لو لم يكن من ذلك كان رق الولد رقيق، فيكون هذا الزوج كأنه أجير في مقابل قضاء وطره، والأولاد مهم له، فكيف يتصور هذا في أهل الكتاب؟ نعم. ويدل لهذا أيضا مفهوم قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فمفهوم قوله المؤمنات يدل على منع تزويج الإماء الكافرات ولو عند الضرورة، وهو بيان مفهوم بمفهوم كما ترى. واعلم. نعم. منع الإماء الكافرات بقوله جل وعلا من فتياتكم المؤمنات هو الظاهر، أما من قوله المحصنات من الذين أوتوا الكتاب فالذي يتجه أن المراد بهن العفيفات، ومنع الإماء من أهل الكتاب بمفهوم قوله من فتياتكم المؤمنات. نعم. واعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن هذا الكتاب المبارك تضمن أنواعا كثيرة جدا من بيان القرآن بالقرآن غير ما ذكرنا، تركنا ذكر غير هذا منها خوف إطالة الترجمة، والترجمة التي المقدمة بين يدي الكتاب التي توضح المقصود من بيان القرآن بالقرآن. نعم.
والمقصود بما ذكرنا من الأمثلة مطلق بيان كثرة الأنواع التي تضمنها واختلاف جهاتها، وفي البعض تنبيه لطيف على الكل، والغرض أن يكون الناظر في الترجمة على بصيرة مما يتضمنه الكتاب في الجملة قبل الوقوف على جميع ما فيه. مقدمة في تعريف الإجمال والبيان في اصطلاح أهل الأصول: اعلم أولاً أن المجمل في اللغة هو المجموع، وجملة الشيء مجموعه، وأما في الاصطلاح فقد اختلفت فيه عبارات أهل الأصول، والتحقيق أنه هو ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لواحد منهما أو منها، يعني على حد سواء. أما إذا أمكن الترجيح انتفى الإجمال، ونظيره في الحديث الاضطراب، في الحديث الذي يروى على أوجه محتملة متساوية، فإذا أمكن الترجيح انتفى الاضطراب، وهنا إذا أمكن الترجيح انتفى الإجمال، فالمعمول به هو الراجح. نعم. من غير ترجح لواحد منهما أو منها على غيره، وعرفه في مراق السعود بقوله: وذو وضوح محكم والمجمل هو خبر ذو، الواضح المحكم. نعم. وذو وضوح محكم والمجمل هو الذي المراد منه يجهل، واعلم أن المبهم أعم من المجمل عموما مطلقا، فكل مجمل مبهم وليس كل مبهم مجملا، فمثل قولك لعبدك: تصدق بهذا الدرهم على رجل، فيه إيهام وليس مجملا، لأن معناه لا إشكال فيه، لأن كل رجل تصدق عليه به حصل به المقصود. والدليل على أن المجمل هو ما ذكرنا أن اللفظ لا يخلو من أحد أمرين. يقول: المجمل أو المبهم أعم من المجمل، كما أن المبهم من الرجال أعم من المجهول، أعم من المجهول. المبهم كل مبهم مجهول، وليس كل مجهول مبهم. نعم. إما أن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره، فهو النص نحو: تلك عشرة كاملة. وإما أن في احتمال أن تكون 9 أو 11. نعم. وإما أن يحتمل غيره، وهذا له حالتان: الأولى أن يكون أحد المحتملين أظهر، والثانية أن يتساويا بأن لا يكون أحدهما أظهر من الآخر. فإن كان أحد المعنيين أظهر فهو الظاهر ومقابله محتمل، وإن استويا فهو المجمل كما ذكرنا. لكن أن يكون مستويين أو يكون أحدهما أظهر، ومن لازمه أن يكون الثاني أحدهما أظهر والثاني أضعف في الظهور، فالذي لا يحتمل هو النص، والاحتمال الأقوى والأظهر هو الظاهر، ويقابله المؤول. نعم. وحكم النص أنه لا يعدل عنه إلا بنسخ، وحكم الظاهر أنه لا يعدل عنه إلا بدليل أقوى منه يدل على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المحتمل المرجوح. وحكم المجمل أن يتوقف فيه حتى يدل دليل
مبين للمقصود من المحتملين. وهذا واجب المجتهد، أنه إذا استوت عنده الأمور لزمه التوقف، إذا استوت عنده الأدلة مثلا لزمه أن يتوقف حتى يجد مرجح، إذا استوى عنده أقوال المعدلين والجارحين لزمه أن يتوقف حتى يجد مرجح، إذا استوى عنده أقوال الموثقين والمضاعفين، إذا استوى عنده أقوال المثبتين للحديث وأقوال النافين عليه أن يرجح، أن يوجد مرجح. لكن إذا ما وجد مرجح لزمه التوقف. ويختلفون في التوقف، هل هو قول يمكن أن يضاف إلى الأقوال الموجودة؟ أحيانا يقولون المسألة خلافية ثالثها التوقف، يعني ثالث الأقوال فيها التوقف، مع أن التوقف ليس بقول في حقيقته. نعم. وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المحتمل المرجوح هو المعروف في اصطلاح أهل الأصول بالتأويل، وسيأتي إيضاح أنواع التأويل كلها إن شاء الله تعالى في سورة آل عمران. واعلم أن اللفظ قد يكون واضح الدلالة من وجه مجملا من وجه آخر، كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فإنه واضح في إيتاء الحق مجمل في مقداره لاحتماله النصف أو أقل أو أكثر. وإلى هذا لكن بينته النصوص الأخرى فيما سقت السماء العشر إلى آخر الحديث. نعم. وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله وقد يجيء الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان منفط. وأما البيان فهو لغة اسم مصدر بمعنى التبيين، وهو الإيضاح بين والإظهار. يبين تبيينا، كلم يكلم تكليما، واسم المصدر منه البيان. نعم. وهو الإيضاح والإظهار، كالسلام بمعنى التسليم، والكلام بمعنى التكليم، والطلاق بمعنى التطليق. وقد يطلق على المبين والمبين بالكسر والفتح. ومن أهل الأصول من يطلق البيان على كل إيضاح سواء أتقدمه خفاء أم لا. البيان قد يطلق على المبين بيان، قد يطلق على المبين بيان. ألا يمكن أن يكون البيان هو النسبة بين المبين والمبين الذي هو رفع الإجمال؟ البيان هو رفع الإجمال بالمبين بالمبين عن المبين، فهو النسبة. نعم. نظير ذلك قالوا في الاعتبار والمتابع والشاهد، هل الاعتبار قسيم للمتابع والشاهد أو بمعنى أنه ثالث لاعتبار، أو هو هيئة التوصل إلى معرفة المتابع والشاهد؟ الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راويه في أحد فيما حمل إلى آخره، فهيئة التوصل إلى المتابعة والشواهد هو الاعتبار، وهنا هيئة التوصل إلى توضيح المبين بالمبين هو البيان. نعم. لكن قد يطلق قد، شو المعنى؟ نعم. وكثير من الأصوليين لا يطلقون البيان بالاصطلاح الأصولي إلا على إظهار ما كان فيه خفاء، وعليه درج في مراقي السعود بقوله معرفا للبيان في الاصطلاح تصير مشكل من الجلي، وهو واجب على النبي. إذا البيان وظيفته عليه الصلاة والسلام، واجب عليه أن يبين للناس. نعم. إذا أريد فهمه وهو بما من الدليل مطلقا يجلو العمى.
فكل ما يزيل الإشكال يسمى بيانا. غير المشكل لا يحتاج إلى بيان. ولذا المبالغات في تعريف كل شيء والتعليق على كل شيء هذا خلاف المنهج السوي في التحقيق. يعني مثل ما فعل بعضهم قال شيخ الإسلام مثلا معلقا على قال فعل ماضي من القول وكذا وكذا يحتاج ها، وشيخ الإسلام ترجم له لما في إشكال. ومن ذلكم الشكل وهو نوع من أنواع البيان لأنه يتضح به المعنى. بعضهم يشكل قال، يشكل قال قاف مفتوحة والألف ساكنة واللام مفتوحة. وعند أهل العلم إنما يشكل ما يشكل، إنما يشكل ما يشكل. نعم. فكل ما يزيل الإشكال يسمى بيانا في الاصطلاح بمعنى المبين بالكسر. وسترى إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك من أنواع البيان وأنواع ما به البيان ما فيه كفاية. واعلم أن التحقيق جواز بيان المتواتر من كتاب أو سنة بأخبار الآحاد، وكذلك يجوز بيان المنطوق بالمفهوم كما قدمنا. يعني وإن كان أضعف يجوز البيان، بيان الأقوى بالأضعف بخلاف النسخ عند الجمهور، بخلاف النسخ، وأن الأضعف لا ينسخ الأقوى عندهم. وإن كان بعض المحققين يرى أنه إذا صح الخبر ولو كان أحد أنه ينسخ به المتواتر وينسخ به القرآن. من الأمثلة على قول المؤلف رحمه الله علم أن التحقيق جواز بيان المتواتر من كتاب أو سنة بأخبار الأحاد، ما جاء في قوله تعالى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية تحتاج إلى بيان، ما بين ذلك في القرآن وهو متواتر قاطعي من الكتاب. بين بحديث أحد بخبر عبادة بن الصامت خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. هذا بيان بحديث لا يصل إلى حد المتواتر بينت به آية مجملة. جواز بيان المتواتر من كتاب أو سنة بأخبار الآحاد، وهذا من أمثلتها، مع أن من أهل العلم من يقول أنه ناسخ للآية، ناسخ للآية، وكونه بيان أظهر، لأن الحكم الموقوت إذا انتهى وقته لا يسمى نسخ، إذا انتهى وقت الحكم المؤقت لا يسمى نسخ. كما أن عيسى عليه السلام إذا نزل قتل الخنزير ووضع الجزية فلا يقبل الإسلام، نقول هل هذا ناسخ لما جاء في شريعتنا أو مبين لأن الحكم مؤقت إلى نزول عيسى بالأدلة؟ هذا ليس بناسخ. نعم. وكذلك يجوز بيان المنطوق بالمفهوم كما قدمنا، خلافا لقوم منعوا ذلك زاعمين أن المنطوق أظهر من المفهوم، والأظهر لا يبين بالأخفاء. وحكاه الباجي عن أكثر المالكية، وأجيب بأنه ما كل منطوق يقدم على المفهوم، بل بعض المفاهيم أقوى دلالة على الأمر من دلالة المنطوق عليه. ألا ترى أن دلالة مفهوم حديث في الغنم السائمة زكاة عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة أظهر في عدم الزكاة في المعلوفة من دخولها في عموم منطوق حديث؟ وقد يقدم الظني على القطعي، قد يقدم الظني على القطعي، لأنه وإن كان قطعيا في الثبوت فقد تكون دلالته ظنية، والظني في الثبوت قد تكون دلالته قطعية. فينبغي أن ينظر إلى النصوص نظرة متكاملة،
متكاملة من جميع الوجوه، من حيث الثبوت من جهة ومن حيث ظهور الدلالة من جهة أخرى. نعم. من دخولها في عموم منطوق حديث في 40 شاة. نعم. لأن المفهوم أخص بها وأقوى دلالة فيها من عموم المنطوق، وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله: ويبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد. فالبيان بين القاصر ويبين بين القاصر عندك ها إيه ويبين شنكم يبين بين القاصر نعم القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد. وبين القاصر من حيث السند يعني القاصر من حيث السند الظني يبين القطعي أو الدلالة أو الدلالة على دلالة المفهوم قد تبين المنطوق نعم أو الدلالة على ما يعتمد. فالبيان بالقاصر سندا كبيان المتواتر بالآحاد، والبيان بالقاصر دلالة كبيان المنطوق بالمفهوم كما قدمنا. والمراد بقصوره في الدلالة أغلبية ذلك لا لزومه في كل حال كما أشرنا إليه آنفا. وحكى القاضي الباقلاني عن جماعة من العراقيين أن المبين قلنا أن المشهور فيه التشديد وصوابه التخفيف عكس الغزالي، هذا الباقلاني وذاك الغزالي، لكن الألسنة درجت على العكس وسكت الناس عن هذا وتتابعوا عليه فصار إنكاره منكر، لأن الناس إذا ألفوا شيء يصعب ثنيهم عنه. نعم. وحكى القاضي الباقلاني عن جماعة من العراقيين أن المبين بالفتح شو هو بالتخفيف، لكن الناس يقولون كذا الباقلاني. نعم. أن المبين بالفتح إن كان وجوبه يعم جميعا مثله ابن شاق لا هم شاق لا ها مثله التخفيف تعرف منين جت شاق لا شاق لا تعرف شاق لا أنت ها يعرفون الكبار ما شاء كبار السن عهد أشياء انقرضت. نعم. إن كان وجوبه يعم جميع المكلفين كالصلاة فلا يبين إلا بمتواتر، وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: وأوجبا عند بعض علماء إذا وجوب ذي الخفاء عمى لا عمى يعني عمى الناس كلهم بس ما تجي البيت ما يجي على هذا إذا وجوب ذي الخفاء عمى ولا يخفى يعني إذا كان هذا الخفي مما تعم به البلوى فلا بد أن يكون بيانه بأمر يبلغ الجميع كالمتواتر ولا يبين بخفي. نعم. شو البيت ينكسر ما أدري والله لابد أن يضبط وأوجبا عند بعض ها شو أسمعك أنت وين أنت بعيد أنت لا ما لا ما 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 تفرق ما تفرق حيث المعنى ما تفرق. نعم. ولا يخفى سقوط هذا القول وأنه لا وجه لرد حديث صحيح دال على بيان نص من غير معارض بدعوى أنه لم يتواتر لم يتواتر
ومنع بيان المتواتر مطلقا بالآحاد أشد سقوطا. الخبر خبر الآحاد إذا صح وجب العمل به باتفاق من يعتد بقوله من أهل العلم، لزم القول به إذا صح ولم يشكك في حجيته إلا المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم، وجرى عليهم عموم أهل الكلام ليتوصلوا بذلك إلى نفي ما حديث ما يتعلق بالله جل وعلا، يقول هذا لا بد أن يثبت بدليل قطعي، وأما العقائد فلا تثبت بدليل ظني. الدليل الظني يعني بعض الناس صار عنده ردة فعل من هذا الكلام فقال إن الآحاد قطعي، لأن المبتدع لما قالوا ظني الظن لا يغني من الحق شيئا فلا يثبت به شيء، نقول هذا كلام ليس بصحيح. تقسيم إلى قطعي وظني تقسيم اصطلاحي، ولا في أحد يختلف مع غيره في أن ما يرويه العشرة أقل في ثبوته مما يرويه الواحد أو الاثنان، فالروايات مختلفة تتفاوت بحسب كثرة رواتها وتمكنهم من صفات القبول. فنحن لا نأتي إلى شيء يمكن حمله على وجه صحيح وتواطأ عليه أهل العلم، لأن من المبتدع من استعمل هذا اللفظ بما يتوصلون به إلى مآربهم. في الحديث الصحيح لا تنتقب المرأة المحرمة، لا تنتقب المرأة المحرمة، مفهومه أن غير المحرمة لها أن تنتقب. بعض الناس من أهل العلم لما شافوا النقاب المستعمل الآن قالوا لا، اللفظ شاذة. ليش؟ لئلا يستدل به من يرى هذا النقاب. نقول لا، اللفظة محفوظة والنقاب ثابت، لكن وش النقاب؟ لابد أن نحرر النقاب الشرعي، هو النقب في غطاء الوجه بقدر سواد العين اللي محل النظر، وما عدا ذلك سفور يصير، ما يصير نقاب، ثم ننتهي من المشكلة. ما يلزم ما نصير نبادر لما يصير علمنا ردود أفعال أو تصرفاتنا كل ردود، ما بصحيح. قبل 40 سنة أثير براءة اليهود من قتل عيسى، أشيع هذا من أجل أن يلتئم اليهود مع النصارى، وش قال بعض جهال المسلمين؟ ما هو بصحيح إلا قتلوا، من أجل أن يوجد التفرقة بين اليهود والنصارى. ردة فعل هذه ما هي بطريقة ولا طريقة عقلة، فضلا أن تكون طريقة علماء. أنكر لفظ ثابت بحديث صحيح من أجل أنه استخدمه بعض أصحاب الأهداف فيما يؤيد، ما هو بصحيح. حرر اللفظ بدقة والمقصود به، وما دام ثابت ما عندي مشكلة، هذا الشرع. نعم علماء ما أظن، يراجع في الأصل وشروحه موجود الله الحمد. نعم. واعلم أن الأصوليين اختلفوا في البيان بالقول هل هو أقوى من البيان بالفعل أو لا. قال مقيده عفى الله عنه: الظاهر أن التحقيق في ذلك هو ما حققه أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله، وهو أن كل واحد منهما أقوى من صاحبه من جهة، فالفعل. الآن لو تبي تشرح لولدك أو لطالب من طلابك الصلاة من أولها إلى آخرها، تشرحها بالقول، أو تقوم وتصف وتصلي قدامه صلاة مشتملة على الواجبات والسنن والأركان وغيرها، صلاة صحيحة، أيهم أقوى في البيان، فعل ولا القول؟
لا من جهة من جهة، لأن لا بد أن تنطق بكل ما في هذه الصلاة من جهة. الأمر الثاني أنك إذا نطقت به سبحت، كيف يعرف أن حكم هذا التسبيح واجب أو سنة أو ركن؟ صليت على النبي كذلك. نعم الصورة ترسخ في الذهن ويفهمها الصغير، لكن يبقى أن دقائق ما يتعلق بهذه الصورة البيان بالقول أقوى. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله، ولا يبالغ في مسألة البيان بوسائل الإيضاح، وسائل الإيضاح التي يدعونها وأخذت حيز كبير من جهود المعلمين والمتعلمين، وفي النهاية الأثر ضعيف. وبدلا من أن يكون المقرر 5 صفحات لطالب السنة الأولى الابتدائي، يكون 100 صفحة لا يستطيع حمله، ويرسمون له صور أكثره محرم، لكنهم ينازعون في تحريم مثل هذا. يرسم ويجلس يهجي الطالب على حرفين حصة كاملة، والطالب عينه ما هو بلا الحروف، عينه لها الصورة، مثل ما يهجه قط، يهجه ساعة كاملة قط قاف قاف طاء، وهو عينه للصورة ما همت الحروف. مشكلة، هذا فيه إشغال للطالب. ذلك لمسنا النتائج، الهزال الشديد في التعليم خرج الطالب من الابتدائي بل وعلى من ذلك شبه خام، ما في شيء. والطالب بدل ما وهو يلقنه الحروف، والطالب عينه لصورة القط، وش بيقول إذا انتهى؟ إيش هذا؟ بيقول بس أبقى القط، لأن عينه وهو ما يعرف إلا هذا. صحيح يا الأخوان، يجب أن ننظر بعناية إلى النتائج، وش أنتجت هذه في هذه الوسائل خلال 50 عام. التعليم قبل ذلك أفضل بكثير. وهنا التعليم البيان بالفعل هل هو أقوى من البيان بالقول أو العكس؟ الشاطبي أفاض بكلام من أجمل ما يسطر في هذه المسألة في الموافقات. نعم. فالفعل يبلغ من بيان الكيفيات المعينة المخصوصة ما لا يبلغه القول، والقول يبلغ من بيان الخصوص والعموم في الأحوال والأشخاص ما لا يبلغه الفعل. لأن الفعل لا عموم له. نعم. مسائل تتعلق بالبيان. المسألة الأولى: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل فلا يخلو الأمر من واحدة من 3 حالات: الأولى أن يتفق القول والفعل، الثانية أن يزيد الفعل على القول، الثالثة أن يزيد القول على الفعل. فإن اتفق القول والفعل معا فالمتقدم منهما هو المبين، والثاني تأكيد له، كما لو قال بعد نزول آية القطع في السرقة: القطع من الكوع، وقطع بالفعل من الكوع. وإن ما شيء كما لو قال اي لا محل، لانه ما قال القطع من الكوع، افتراض هذا، ما قال القطع من الكوع، انما قطع من الكوع. نعم. وان جهل المتقدم فالبيان باحدهما لا بعينه. وقال الآمدي: يتعين المرجوح ان كان احدهما ارجح، لان المرجوح لا يكون مؤكدا للراجح. قال القرافي: نعم، ليكون الثاني الراجح مؤكد للمرجوح. قال الآمدي: يتعين المرجوح، حصل البيان بأمرين، أحدهما راجح والثاني مرجوح، أيهما المبين؟ لا، يقول المرجوح، لأن الثاني تأكيد له، فأنت تحتاج إلى ما هو أرجح لتؤكد المرجوح بالمرجوح. ها؟
حصل البيان بالمرجوع. هو بين بأمرين، أحدهم مراجع والثاني مرجوع، زين. يقول المبين هو المرجوح ليكون الثاني تأكيد، فلا يمكن أن يؤكد الراجح بمرجوح، وإنما يؤكد المرجوح براجح. هذا وجهة نظر، لكن هذا لا يسلم. نعم. قال سلام. ها ليتك والله تجرب. ها تعال تعال ابدا الفرجة موجود. كيف يكون راجح مرجوح بنفس الموضوع؟ لا، هو ورد نصان مبينان لنص سابق، لكن ما يدري أيهما، يعني من حيث القوة ومن حيث يعني من حيث القوة راجح ومرجوح كلاهما مبينان. أنت بتقول إن هالمرجوح تقوى بالراجح، فلا يقال له مرجوح. ما في إشكال، أنا في الربع الأول لا لا ما هو بهذا، ما هو بهذا. أنت الآن القطع من الكوع بالقول هل هو ثابت؟ ها؟ لا، هو يقول أن تفترض أيضا أن أحدهم راجح والثاني مرجوع. من حيث الدلالة، من حيث الثبوت، من يكون المبين هو المرجوع على كلام الآمدي ليؤكد براجح. ما يكون المبين راجح ثم تأكده مرجوع، ما يستفيد. قال القرافي نعم. شلون؟ هي وش فيه؟ لا، هو يبين أن عندك أقل من هذا، أقل. كلاهما ظني مثلا وأحدهما أرجح من الثاني، هم اللي هم محل التفاوت الظني، وأما القاطع ما هو محل تفاوت. نعم. قال القرافي وهو غير متجه، لأن الأضعف يزيد في رتبة الظن الحاصلة قبله كزيادة شاهد على أربعة، وإن زاد الفعل على القول كبيانه صلى الله عليه وسلم أن كيفية الصوم هي صوم كل يوم بانفراده من غير وصال بين يومين، مع أنه صلى الله عليه وسلم ربما واصل، فإن البيان يكون بالقول والفعل، يدل على مطلق الطلب في حقه صلى الله عليه وسلم، خاصة بندب أو إيجاب، تقدم القول أو تأخر. وقال أبو الحسين البصري: المتقدم منهما هو البيان، وألزم نسخ الفعل المتقدم مع إمكان الجمع. لكن المسألة مفترضة مع عدم معرفة المتقدم من المتأخر. مسألة السابقة، فإن اتفق القول والفعل معا فالمتقدم منهما هو والثاني تأكيد له، لكن المسألة مفترضة في وإن جهل المتقدم فالبيان بأحدهما لا بعينه، ثم جاء بكلام الآمدي. نعم. والحسين البصري يقول المتقدم منه ما هو البيان، هذا ما في إشكال. نعم. قال المحلي: ولو نقص الفعل عن مقتضى القول، كما لو طاف بعد نزول آية الحج طوافا واحدا وأمر باثنين، فقياس الأول أن القول هو البيان، ونقص الفعل تخفيف عنه صلى الله عليه وسلم، تأخر الفعل أو تقدم. وقياس ما لأبي الحسن، وهذا ما يؤيد أن الفعل لا عموم له، وينبغي أن ينظر لمثل هذه القضايا ومعانيها وما تؤول إليه. حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، هذا في حديث أنس في الصحيح، والحديث الآخر حديث جارهد: غطي فخذك فإن الفخذ عورة.
ابن عمر رضي الله عنهما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض بعام يقضي حاجته مستدبر الكعبة. ها شو ابن عمر رقيته على بيتنا بيت حفصة أخته صحيح يقضي حاجته قبل أن يقبض بعام مستدبر الكعبة. هذا قول هذا فعل، هل نقول أنه حسر هذا خاص به لأن الفعل لا عموم له، والقول غطي فخذ كذا للأمة، ومثله استدبار الكعبة نقول أن ولكن شرقوا وغربوا هذا للأمة وهو له أن يستقبل ويستدبر مقتضى التقعيد؟ هذا هو، هذا مقتضى وقد قيل به، لكن ننظر إلى أن كل كمال يطلب من المكلفين فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى به. كشف الفخذ كمال ولا نقص؟ ها؟ نقص بلا شك، فكيف نقول أن هذا خاص به والأمة بريئة منه منهية عن إبرازه، أو الأمة مأمورة باحترام الكعبة أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يمكن نقول هذا. أما بالنسبة للكعبة نقول هذا في البنيان له ولغيره عليه الصلاة والسلام وانتهى الإشكال، لكن حسر النبي عليه الصلاة والسلام، والحسر هذا ليس بمقصود لأنه على فرس والفرس في غاية السرعة ولا بد أن ينكشف شيء. نعم. وقياس ما لأبي الحسن أن البيان هو المتقدم. ما لأبي الحسين، ما لأبي الحسين البصري معروف من رؤوس المعتزلة. وقياس ما لأبي الحسين أن البيان هو المتقدم، وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: والقول والفعل إذا توافقا فإنما البيان للذي لا قد لا سب. فنمي البيان، فنمه، فنمي البيان، فنمي البيان، إيه؟ فنمي البيان للذي قد سبق، وإن يزد فعل فللقول انتسب، والفعل يقتضي بلا قيد طلب، والقول في العكس هو المبين، وفعله التخفيف فيه بين. المسألة الثانية: اعلم أنه لا يجوز تأخير البيان لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الحاجة إلى العمل به. وقال قوم: يجوز عقلا لكنه لم يقع بالفعل، وأجراه كثير منهم على الخلاف في مسألة التكليف بما لا يطاق. وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عنه المجيز ما حصل. وذكر بعض المتأخرين عن ابن العربي المالكي أنه قال في كتابه المحصول: لاحظت ذلك مدة ثم ظهر لي جوازه. ولا يكون تأخر البيان عن وقت الحاجة، ما تأخر البيان إلى وقت الحاجة، عن وقت الحاجة هذا المقرر أنه لا يجوز، لأنه كيف يطلب منك شيء وأنت لا تفهم لم تتصور، لأن من شرط الفعل المكلف به العلم. يقول لك صل، شو تصلي وهي الصلاة ما بينت؟ تقول كيف أصلي؟ لابد من بيان من أجل أن أصلي. وتأخر البيان لأن الصلاة فرضت ليلة الإسراء، وتأخر البيان عن صلاة الفجر، صلاة الصبح، إلى صلاة الظهر. هل نقول أن الوجوب والفرضية موقوتة إلى حصول البيان وهذا هو المتعين، ولا كيف يصلي قبل أن يبين؟ صلاة الصبح ما حصل بيان، فكيف يصلون؟ لذلك إذا أمرت بشيء عندك عامل سائق مثلا لا يعرف لغتك وتعطيه فلوس تقول روح اشتري لي كذا، وهو ما يدري وش بيشتري، ما يدري شن تقول، هذا تكليف بما لا يطاق، لابد تبين له شن تبي. لكن مع الأسف أننا صرنا مع بياننا لهم
أننا صرنا لنحتاج إلى بيان، حنا نبين لهم بلغتهم وبلهجتهم وطريقتهم، ما نبين لهم بلغتنا. تجد كثير من الناس لا سيما اللي لهم صلة بالعمالة يجيدون اللغات، والعامل جاء ورجع كما هو، ما استفاد شيء، مع المفترض العكس. نعم كمل. ولا يكون من تكليف ما لا يطاق، بل رفعا للحكم وإسقاطا له في حق المكلف. قال: مقيده عفى الله عنه، وبناء على أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الفعل، صرحوا بأن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ في البعض، وكذلك التقييد بعد العمل بالمطلق، لأن كل من التخصيص والتقييد بيان، وهو لا يتأخر عن وقت الفعل، فإذا تأخر تعين النسخ. وإليه لا شك أن التقييد والتخصيص نسخ جزئي، هو نسخ كلي، رفع الحكم بالكلية، إنما هو نسخ جزئي لبعض الأفراد بالنسبة للعام، ولبعض الأوصاف بالنسبة للمطلق، هو نسخ جزئي. وأطلق عليه النسخ في كثير من عبارات السلف، السلف يطلقون النسخ ويريدون به التخصيص، ويريدون به التقييد، كما أنهم يريدون به المعنى المصطلح عليه هو الرفع الكلي. نعم. الحاجة وقت العمل، لكن وقت الوجوب واللزوم هذه الحاجة. العمل قد يعمل به قبل أن يجب عليه، قبل أن يلزم. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام حج أكثر من مرة قبل أن يفرض الحج، ها؟ وصلى قبل أن تفرض الصلاة. المقصود أنه العمل قد يتقدم على الفرضية. نعم. وإليه أشار في المراقي في التخصيص بقوله: وإن أتى ما خص بعد العمل، عملي بعد العمل نسخ، والغير مخصصا جلي. وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ. أدري والله. ونسخ نسخ، ها؟ نعم نسخ خص ونسخ. وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ، والغير مخصصا جلي. وفي التقييد بقوله: المراقي هذه منظومة في أصول الفقه جامعة، لكن فيها وعورة في ألفاظها، فيها صعوبة. أنا عندي نظم جمع الجوامع للسيوطي أسهل بكثير، أسهل منها بكثير لمن يستطيع أن يحفظ النظم الطويل، والذي لا يستطيع عنده نظم الورقات سلس جدا. نعم. وفي التقييد بقوله: وإن يكن تأخر المقيد، وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد. تنبيه: فإن قيل قد وقع تأخير البيان عن وقت الحاجة كما وقع في صبح ليلة الإسراء، فإن جبريل لم يبين للنبي صلى الله عليه وسلم كيفيتها ولا وقتها حتى ضاعت. فالجواب من وجهين: أشار لهما العبادي في الآيات البينات، أحدهما أن وجوبها كان مشروطا بالبيان قبل فوات وقتها، ولم يبين له آيات البينات. العبادي حاشي على شرح جمع الجوامع المحلي. نعم. ولم يبين له صلى الله عليه وسلم، ولذا لم يفعلها أداء ولا قضاء. قال: ومن هنا يعلم أن الكلام في غير الوجوب المعلق على البيان، أما هو فلا يتصور فيه تأخير البيان عن وقت الفعل. ثانيهما أن الصلوات الخمس فرضت ثانيهما ولا الثاني؟ عندك؟ أحدهما أو ثانيهما؟ المطبوع عندك وش؟ ثانيهما. إلى عندنا الثاني أن الصلوات. نعم. ثانيهما أن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء،
على أن ابتداء الوجوب من ظهر ذلك اليوم فما بعده دون ما قبله. ولذلك تسمى صلاة الظهر الصلاة الأولى، صلاة الظهر تسمى الصلاة الأولى. نقف على المسألة الثالثة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.